على امتداد 38 بلداً شملتها مختلف قارات العالم، أسهمت القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي في إرساء السلم وتحقيق الأمن الدولي. فمنذ أكثر من 30 عاماً وتحديداً في عام 1989 بدأت مهام الجيش العربي خارج حدود الوطن في حفظ السلام العالمي من خلال مهمة المراقبين العسكريين في أنغولا، ليكتسب الجيش منذ المهمة الأولى ثقة عالمية أسهمت بعد ذلك في توسع مهامه وتنوع مسؤولياته، ليبلغ عدد المشاركين من أبنائه في المهام الدولية أكثر من 72 ألف نشمي ونشمية. قدم خلالها 36 بطلاً منهم أرواحهم خدمة للإنسانية وفداءً لرسالة السلام. دور القوات المسلحة الأردنية لم يقتصر على الدفاع عن الوطن، بل دأب الجيش العربي على الإسهام الفاعل في حماية حقوق الإنسان وتقديم الخدمات للمنكوبين والمتضررين في مختلف بقاع العالم، وهو ما يترجم رسالة الأردن الإنسانية. فمنذ انضمامه لمنظمة الأمم المتحدة عام 1955 كانت للأردن جهود فاعلة في المجال الإنساني ودعم الأمن العالمي وإشاعة السلام. 4 ملايين مريض امتدت يد الإغاثة الطبية لكوادر الجيش العربي لنجدتهم في مختلف أنحاء العالم، ففي نحو 20 بقعة منكوبة بفعل الكوارث الطبيعية أو الحروب والنزاعات استقرت المستشفيات الميدانية والمحطات الجراحية والعيادات الطبية الأردنية. وفي ظل الأزمة الحالية التي يعيشها العالم بعد تفشي فيروس كورونا وتهديده للصحة العامة والأرواح، وصلت طائرات القوات المسلحة الأردنية إلى عدد من الدول الشقيقة والصديقة محملة بالمساعدات والأطقم والمعدات اللازمة لمكافحة الفيروس والحد من انتشاره. إذن القوات المسلحة الأردنية مستمرة بدورها العالمي بما يعكس جهود الأردن في حماية البشرية، فمن أنغولا وساحل العاج وليبيريا والكونغو في إفريقيا، مروراً بالأراضي الفلسطينية وتيمور الشرقية في آسيا، إلى يوغوسلافيا في القارة الأوروبية، ثم هايتي في البحر الكاريبي وغيرها من بقاع الأرض، وضع الجيش العربي بصمته مسهماً في حفظ البشرية والسلم العالمي. أنا والد الشهيد أشرف الجيوسي وعم الشهيد زياد الجيوسي وعم الشهيد قاسم الجيوسي، 3 شهداء من عائلة واحدة، جدهم واحد، والحمد لله رب العالمين. أشرف استشهد في هايتي 2010، وزياد استشهد في أنغولا كأول مشرف دولي 1996، وقاسم شهيد واجب في القوات المسلحة، وكيل الأول في الاتصالات الملكية رحمة الله عليهم. استشهد في هايتي عام 2010 ب12/1/2010، زنزال هايتي. جانا الخبر انه احنا سمعنا انه في زنزال بهايتي، بعدين جاوا نقول في ضباط متوفين بهايتي، في ضباط جاوا بلغوني قالوا لي ابنك شهيد. قال الحمد لله اللي انا تحمدت الله لابني شهيد، يعني احمد الله واشكر الجيش ما قصر معانا والدوله كلها والله ما قصرت معانا. يعني الجيش كان يودي حفظ السلام، لانه الجيش الاردني جيش قوي وكويس ومحبوب عند كل دول العالم، وكان اخذوا من الجيش تبعنا، وابني واجب، يعني واجب مقدس لما استشهدناك. يعني احب اولادي يدخلوا العسكريه، واقسم لك بالله اني اشتاق للخدمه العسكريه لاولادي زي الارض ما تشتاق المطر، واقسم لك بالله. والله يا انا افتخر انه شهيد، ما مات موته هيك ولا هيك ولا، بس ظل غالي ابن الشهيد، غالي. ولا الجيش بطولة وشجاعة، وسويهم رجال ما يسميله هيك ولا هيك.